بين مؤيد ومعارض ومتخوف، يترقب المواطن المصري بحذر ما ستسفر عنه الجهود العالمية للوصول إلى علاج نهائي يقضي على كابوس مخيف هدد حياة العالم ولا يزال. شبح كورونا الذي نجحت دول قليلة من بينها مصر في إنتاج لقاح للحد من خطورته، ورغم ذلك لم ينتهي الجدل حول خطوة الإقدام على تلقيه. في الأول أنا كنت طبيعي خايفة من اللقاح لأن دي حاجة جديدة ولسه الفيروس لسه جاي جديد أصلا، فطبيعي لما يطلع لقاح لي بالسرعة دي فأكيد أنا مش هبقى مطمنة. في البداية كنا كلنا خايفين منه وقعدوا يقولوا لا ده أعراضه صعبة وبالعكس ده كورونا سلالات فمش هيعمل حاجة مش هيأثر في أي حاجة. بعد كده جربته وخدته ما ظهرليش أعراض غير تقريبا شوية دوخة بسيطة بس. لقاح كورونا يعني بالنسبة للناس الكبيرة اللي مثلا عندهم مرض مزمن أو الكلام ده كله ما بيستحملوهوش بتهيألي، فأكنك بتدخله الفيروس مباشر. طول ما كل الناس بدأت تاخد اللقاح وبدأت تاخد التطعيم ده هيأدي الأعداد هتقل والأزمة اللي احنا فيها دي هتعدي إن شاء الله. يعني العالم كله بياخد لقاح كورونا ولازم ناخده ونلتزم بيه علشان أكيد ده حاجة كويسة. حكومات العالم ومن بينها مصر أكدت على ضرورة تلقي اللقاح بوصفه النتيجة العلمية التي توصلت إليها لمواجهة المرض حتى الآن، وما زالت الأوساط الطبية تبحث وتدرس هذا الفيروس القاتل لتقديم طوق النجاة للعالم، لكنهم يؤكدون أيضا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى. كل الأدوية التي تستخدم سواء في علاج الأعراض أو في علاج المضاعفات أو أدوية الفيروسات الحمد لله كلها متوفرة وبتنتج على أرض مصر. حماية المجتمعات دي سلطة الحكومة الممثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، إن أنا لما ألاقي خطر ما خدش يعني ما يبقاش في مجال للمناقشة. اللقاح حضرتك مش عاوز تتلقى اللقاح خليك في بقى يعني بعيد عن البشر الآخرين عشان انت ما تصيبش ناس أبرياء عاوزين هم نفسهم تلقوا اللقاح ومش عاوزين حد يأذيهم. موجة التطعيمات تزداد عالميا يوما بعد يوم، وفي مصر وحدها تلقى نحو 40 مليون مواطن التطعيم حتى الآن والأعداد في تزايد، وما أنفقته الدولة لتوفير اللقاحات لمواطنيها بالمجان يناهز 450 مليون دولار، وهو ما يعكس عزم الحكومة المصرية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل حماية صحة مواطنيها.